وقال يسوع التابعين تاعو: على هذا نقول لكم، ما تتحيروش على حياتكم، واش تاكلوا ولا على عاداتكم، واش تلبسوا، خاطر الحياة ماشي غير الماكلة، والذات ماشي غير اللبسة. شوفوا الغربان، ما يزرعوا ما يحصدوا وما عندهم لا مخزن لا سدة، والله يطعمهم، وانتو ما تسواو كتر بزاف من الطيور. شكون فيكم يقدر يزيد بتخمامه نص ساعة لحياته؟ ولا ما تقدروش للحاجة الصغيرة، علاش تتحيروا على الباقي؟ شوفوا كيفاش ينوض السيسان، ما يخدم ما ينسج، ونقول لكم باللي حتى سليمان في كامل شانه ما لبش كيما واحد فيهم. والله الله يكسي هكذا الحشيش اللي يكون اليوم في الحوش وغدوة يطرنا في الكوشة، ماشي يكسيكم انتوما اكثر يقل الايمان؟ انتوما ما تخموش على واش تاكلوا واش تشربوا، وما تتقلقوش، خطر هاد الحاجات ناس الدنيا هما اللي حوسوا عليهم، بصح انتوما باباكم راهو عارف بالشي اللي تسحقوه. حوسوا على ملكوت الله وهاد الحاجات كامل ينزادوا لكم. ما تخافش يا القطيع الصغير، خاطر باباكم حب يعطي لكم الملكوت. بيعوا واش عندكم وصدقوه، ديروا روحكم مال ما يقدامش، وكنز ما يخلاش في السماوات، وين السراق ما يدناش، والسوسة ما تاكلش. خاطر وين يكون كنزكم تم يكون قلبكم تاني. لازم يكونوا كلاويكم محزمين وكنكياتكم شاعلين، وانتوما كونوا كيما الناس اللي يستناو سيدهم يرجع من العرس باش غير يوصل ويطبطب يحلولو. يا سعدهم هادوك الخدامين اللي كيجي سيدهم يلقاهم سهرانين. نقول لكم الصح، يتحزم ويقعدهم على الميدة ويجي يخدمهم. يجي بعد المغرب ولا في نص الليل، يا سعدهم لو كان يلقاهم سهرانين. عرفوا مليح باللي لو كان مول الدار يعرف واش من الساعة يجي سراق ما يخليش يدخل لدارو. انتوما تاني كونوا واجدين، خاطر في الوقت اللي ما تديروهش في بالكم يجي من الإنسان. قال له بطرس: ربي، لينا اللي راك تقول هاد المتل ولا للناس كامل؟ قال الرب: شكون هو الوكيل الحلالي العاقل اللي يوكلوا سيده على ناسه باش يعطي لهم حقهم متاع الماكلة في الوقت؟ يا سعدو هذاك الخدام اللي كيجي سيده يلقاه يدير هكذا. نقول لكم الصح، رايح يوكلوا على كامل ملاكو. بصح لو كان هذاك الخدام يقول في قلبه سيدي يبقى باش يجي، ويبدأ يضرب في الخدامين والخدامات ويأكل ويشرب ويسكر، يجي سيدو في اليوم اللي ما يديروش في باله وفي الساعة اللي ما يكونش عارفها، ويحاوزه ويعطيله حقه مع الخاينين. هذاك الخدام اللي يعرف واش يحب سيدو وما يوجدش روحه وما يديرش واش يحب سيدو، هذاك يتضرب بزاف. بالصح اللي ما يكونش عارف ويدير حاجة يستاهل عليها الضرب يتضرب شوية، اللي يتعطاله بزاف يتطلب منه بزاف، واللي يتوكل على حاجة كبيرة يتطلب منه كتر. جيت نشعل نار فوق الأرض، وشحال مدبية لو كانت تكون شعلت. لازم نتعمد بواحد المعمودية، وشحال راني مقلق باش تكمل. تحسبوا باللي جيت نجيب السلام فوق الأرض؟ لا لا، نقول لكم بالعكس، جيت نجيب الفراق، خاطر من اليوم 5 في دار يكونوا مقسومين، 3 ضد زوج وزوج ضد 3، ينقسموا البابات ضد الولد والولد ضد البابات، اليمات ضد البنت
والبنت ضد اليمات، العجوزة ضد العروسة والعروسة ضد العجوزة. قال تاني للغاشي: كي تشوفوا سحابة طالعة من الغرب، تمتم تقولوا رايحة تصب الشتاء، وشتاء تصب. وكي تشوفوا الريح ينوض من الجنوب، تقولوا رايحة تجي سخانة، وتجي سخانة. منافقين، تعرفوا تميزوا حال الأرض والسماء، كيفاش همالة ما تعرفوش تميزوا هاد الزمان؟ وعلاش ما تميزوش وحدكم وين راه الصلاح؟ كي تكون رايح مع عدوك لعند الحاكم، دير مجهودك وانت في الطريق معاه باش تسلك منه، يعود يكركرك لعند القاضي، والقاضي يسلمك للشرطي، والشرطي يرميك في الحبس. نقول لكم راك ما تخرجش من تما حتى ترد الصور دي الاخراني.